أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم بطاقة دعوة بطريقة احترافية وسهلة بنفس الوقت. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نغير مقاس الورقة إلى قياس بطاقة الدعوة، وطبعا من قائمة التخطيط والحجم ننزل إلى أحجام الورقة الإضافية، وراح يكون العرض 10، الارتفاع راح يكون 13. جيد، الآن من قائمة إدراج صورة راح نضيف الباك جراوند الخاص ببطاقة الدعوة، وطبعا راح نضغط كليك أيمن ومن ثم التفاف النص أمام النص، راح تكون بهذه الطريقة بالحجم الكامل. جيد، الآن من قائمة إدراج صورة راح نضيف هذه الصورة، وطبعا راح نكبر الصورة ونضغط كليك أيمن التفاف النص وراح نختار خلف النص، نكبر حجم الصورة بالكامل وطبعا نضغط كليك أيمن ارسال الى الخلفية. جيد، الآن من قائمة إدراج مربع نص، رسم مربع نص، راح نكتب بهذه المنطقة بطاقة دعوة، راح نغير حجم وطبعا نوع النص، ممكن نختار اللون الأحمر، وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. جيد، الآن راح نضيف النص بهذه المنطقة، طبعا راح نغير حجم النص واللون ونوع الخط، مثلا راح نختار الجزيرة وليكن، طبعا راح نصغر الحجم، طبعا نحدد النص بالكامل، ومن الصفحة الرئيسية نذهب إلى هذا الخيار اللي هو تباعد الأسطر، وطبعا راح نختار 0.8. جيد، الآن طبعا ممكن هذا النص الاسم يقتطع بهذه الطريقة طبعا، وطبعا نستنسخ هذا النص من خلال كنترول ونضيف بالنص وطبعا اللون الأحمر، ممكن يكون بهذه الطريقة. جيد، الآن مثل ما نلاحظ بطاقة دعوة لطيفة وبسيطة بنفس الوقت.